سيادتك يا فندم في مستهل فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019 في دورته 23 والذي ينعقد تحت مظلة مصر الرقمية. أستاذ سيادتك يا فندم في بدء عرض أول مشاريع مصر الرقمية. مصر الرقمية بدأنا باستراتيجية وخدنا بالنا من كل حاجة، بدأنا بالاستراتيجية، بدأنا بخريطة الطريق، بدأت في بورسعيد والنهاردة رايحين لمصر الرقمية. طبعا الأمن السيبراني كان جزء أساسي في الشغل بتاعنا، التكنولوجيات الناشئة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. البيانات والتحليلات ممكن شغلنا مع هيئة الرقابة، بنساعد كل الجهات في عمليات تنظيم السياسات. البيئة التكنولوجية المشتركة مع وزارة الدفاع، البيئة التكنولوجية ومراكز البيانات اللي موجودة في المصرية للاتصالات وموجودة في المناطق التكنولوجية، خبرة المواطن. وبدأنا بسبع منصات أساسية. المنصة الأساسية الأولانية هي منصة البيانات، يمكن دي بدأناها من 2017 في هيئة الرقابة. وبعدين المنصة الثانية منصة الخدمات الإلكترونية. المنصة الثالثة منصة المدفوعات، يمكن أول مرة في مصر يبقى عندنا منصة بشراكة مصرية أجنبية بحيث أنها تقدم كل الخدمات المدفوعات سواء كانت الكروت أو التليفون أو المحمول أو حتى الدفع الكاش. المنصة اللي بعد كده يمكن دي الجزء الخاص بالموظف الحديث، وده شغلنا في وزارة مع وزارة الدفاع عشان نقدم البيئة التشاركية اللي احنا ياما حلمنا بيها، بحيث ان موظف الحكومة يبقى عنده تطبيق واحد يقدر يبقى عنده تراسل ومستندات، تقارير اداء ومؤشرات، الشكاوي، ادخال الطلبات للمواطنين، عنده القدرة انه يتواصل مع زمايله، عنده كافة البيانات اللي تحته، عنده منظومة للتعلم ويبقى فيه تعلم مستمر. يمكن المنصة اللي بعد كده هي منصة الجغرافية، ويمكن احنا استخدمنا صور الأقمار الصناعية عشان ندقق الحيازات الصناعية، ويمكن قدرنا نخلص المشروع في محافظة الغربية ومحافظة بورسعيد. آخر منصة، ويمكن دي السبع منصات دول هي بداية، بعد كده نقدر نحط منصات المجتمع المدني، نحط منصات التجارة الإلكترونية، ونبقى شغالين بما يسمى باقتصاديات المنصات. احنا طورنا النموذج ده وبقى زي ما انت حضرتك شايف كده نموذج اصغر واخف، يعني من 90 جرام لحوالي 56 جرام. بدانا نحدد له انواع الاصوات، لو في انذار حريق، لو في بكاء طفل لوحده عندها مشكله او كده، طلقات ناريه، كل الكلام ده بيتحدد يظهر له. وكمان ضفنا ان هو يقدر يضيف خمس اشخاص من العائله بتاعته يتعرفوا بالاسم، السيستم يعرفهم بالاسم. نهار رياض المواصلات لحضرتك ده لندن كاب او مواصلات مصر اللي احنا شغالين معاها، برضه تقدر ان احنا المواصلات تقدر تدفعها او تحجزها. كل العربيات اللي موجوده فيها نفسها فيها السمارت باركينج. من الحاجات اللي صعبه جدا المتواجده النهارده عامه هي الشباب اللي بيبقوا عايزين يبدا عمل، والمشكله بتبقى موجوده ان هو بيتكلم دايما عايز يحول رقم، بس يحول رقم يبقى كلمه كبيره ومش فاهمينها او بتبقى صعبه عليهم. فاحنا اللي عملناه لهم ان احنا لسه النهارده عاملين الخدمه الجديده دي، يقدر يجي يقدر يتواصل مع الكاستمرز بتاعته، يقدر يبيع خدماته، مش محتاج ان هو يبقى عنده شركات اعلان، يقدر ان هو بدل ما يبقى محتاج ان هو يبقى عنده مكتب يبقى عنده الويب سايت بتاعه، يقدر ان هو يقدر يعمل مدفوعات بتاعته ويدخل المدفوعات بتاعته، ويقدر ان هو كمان عشان عنده كل المعلومات دي السكيورتي، هو بحركه واحده مش محتاج مكتب ولا محتاج شركه اعلانات او محتاج اي حاجه، احنا اللي بنعمل له الخدمه دي كلها. احنا عاملين محاكاه لنظام التامين الصحي الشامل اللي احنا يعني فخورين ان احنا نبقى شركاء فيه، وبنعمل الجزء الخاص بالميكنه. انا مواطن مصري رحت وحده صحيه في بورسعيد، كريم شحاته، 41 سنة، وعايز أقابل دكتور أحمد هشام سيف. استأذن حضرتك هنروح للدكتور أحمد هشام سيف. الدكتور بيخش على كريم شحاته بكل التفاصيل بتاعته، بيشوف كل الفايتال ساينز وكل الميديكال هيستوري بتاعه. بعد كده لو في أي دواء من الصيدلية بيتصرف لي، مثلا احنا كنا كتبنا بروفين تابلت مثلا، وهنا حضرتك الدواء بيتصرف بالحباية لو الدكتور طلبه، وده بيحصل توفير بنسبة كبيرة جدا في الموضوع ده، وكمان بيقدر الدكتور يتابع المريض بتاعه لغاية آخر لحظة. واحنا تم إسناد لينا حل المدن الذكية للعاصمة الإدارية الجديدة،
الحل ده اللي بيمكن فيه بتبقى فيه شبكة ذكية بتدير الغاز والكهرباء والمية، وبتمكن الإدارة بتاعة العاصمة إن هي تعمل تحكم ذكي وآمن لجميع النظم اللي موجودة. دي نموذج من العربيات اللي بتعمل بالكهرباء كنموذج للاستخدام في بعض المناطق الخاصة، النوادي، القرى السياحية، المستشفيات والمطارات. السرعة بتاعتها بتصل إلى 50 كيلو، شحن من الطيار المنزلي بشاحن خاص بها. النقل العام كلها بالمحطة بتاعتها ووسائل النقل بالتتبع بتاعتها، وفي شركة برضو وسائل النقل الخفيفة الموتوسيكل الكهرباء وبرضو بتنوط هيصنع هنا في الهيئة العربية. لكن الأتوبيس ده نفسه كأتوبيس كده ده بيجي جاهز من مرة حاليا بس ده أول عينة لسه مع الشركة بنختار الأتوبيس بنجربه بنتأكد منه، هنبعته بورسعيد واتفقت مع محافظ بورسعيد على سبيل التجربه باعتبارها اول محافظه ذكيه ونبتدي الاول نجربه، لكن احنا اتفقنا على الناس بالتصنيع واتفقنا على الانتاج ده لصالح المدن الجديده كلها زي العاصمه الاداريه زي العالمين. احنا منظمين الموضوع في الحكومه عشان ما نتقاطعش مع بعضنا، سواء كان انتاج حربي مع التصنيع مع ان احنا ننقل الهيئه كلها والمواصلات العامه من الديزل او السولار الى الغاز الطبيعي، وطبعا ده الافيشنسي بتاعته عاليه جدا وتكلفته اقل بكتير، واحنا شغالين برضو في الكهرباء بحيث ان احنا نواكب المتطلبات بتاعه السوق، ونتمنى يعني ان ده 33 راكب قاعدين واكتر من 60 واحد في ساعه الذروه ووقوف، يعني 100 عايزين نبقى عندنا استخدام للغاز بشكل كبير طبعا للاوتوبيسات طبعا سواء كان، وانت انا بقول الكلام ده عشان في فرصه يعني، سواء كان لشركات السياحه اللي عايزه تغير السوق بتاعها بحاجات جديده وفي نفس الوقت بالغاز، او للدوله طبعا. بس هو الفكره كلها قدرتك على الانتاج قد ايه والكفاءه بتاعتها كمنتج كامل قد ايه وبكام طبعا، تقدر تقدم لي تسهيلات ايه؟ تسهيلات قد ايه؟ يعني ايه يعني تقول انا ممكن تسهيلات في السداد يعني أيوه. بعد كم سنه؟ سنه اثنين ثلاثه كده ايوه نتكلم. خدنا المواطنين واحنا عملنا كل البرامج والتطبيقات الخاصه بالروبوتات وبدانا نستخدمها ان شاء الله في ايدكس 2020، احنا عندنا اول روبوت مصري كامل 100%. استمرت يا فندم الوزاره التطوير من خلال إتاحة مزيد من الخدمات الجماهيرية الإلكترونية خلال العام الجاري. تم الانتهاء من ميكانة وإتاحة خدمة لتسجيل المواطنين لبيانات العين المؤجرة من شقق ومزارع ومحلات من خلال بوابة الوزارة الرسمية عبر منظومة متكاملة تسمح للأقسام والمراكز الشرطية المختصة بتدقيق تلك البيانات. وفي إطار المشروع القومي لفرض وإنفاذ القانون، تم الانتهاء من الربط والتكامل بين مركزي معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة وتفعيل المنظومة بأقسام الشرطة بمحافظة بورسعيد تمهيدا لتعميمها بجميع مراكز وأقسام الجمهورية. لنا فندم عندنا اللي هو مركز تكنولوجيا المالية، سيادتك كنت وجهتنا احنا بننشئه في المبنى القديم للبنك المركزي، والهدف من المركز ده ان هو بيجيب الشباب العبقري المصري ويساعدهم ان هم ينفذوا تجاربهم عشان يطلعوا في منتجات في التكنولوجيا الماليه. فدلوقتي هنمر بمحاكاه بسيطه بتتكلم عن ازاي اقدر دلوقتي اسجل لمحفظه الكترونيه. فانا دلوقتي اول ما ابتدي دلوقتي اول ما افتح التطبيق اول خطوه ان هو التطبيق هيسالني ان انا اخد صوره شخصيه، بس عشان التطبيق يتاكد ان انا انسان حقيقي ومش صوره ومش فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي طبعا، هو دلوقتي اول ما ابتدي هيطلب مني امر بارشادات معينه. طب انا النهارده مواطن عادي خالص ايوه عايز اروح كده واقول له ايه
انا عايز اعمل الاجراء ده، فانت هو عايز يقول لي طب انا يعني اطمن على محفظتك. مظبوط. بياناتي فين اللي هيشوفها؟ البيانات الشخصيه مش بنتطرق ليها خالص، هي التطبيق ده مش مستقل، ده بيبقى من داخل تطبيق البنك نفسه. احنا خلال السنه قدرنا ان احنا نعمل حول رقم في عده مجالات في الجمارك والضرائب والشبكة الحكومية المصرية. على سبيل المثال الجمارك احنا طبقنا الحمد لله في مطار القاهرة، ومطار القاهرة عنده 11.75% من واردات مصر و41% من صادرات مصر، وكمان طبقنا في مايو 2019 في ميناء بورسعيد، ودي ميناء فيها 8.5% للواردات و6.2% للصادرات. هيبقى فاضل عندنا مجموعة أخرى من المواني برية وخلافه، لكن دي بتمثل 3.5% من الواردات و9.8 من الصادرات، هنغطيها قبل نهاية برضو 2020. فاحنا هنخلص البرامج والتطبيق والرولينج أوت، لكن هيبقى معنا مركز كبار من نهاية السنة. مركز كبار ده بيمثل لنا 80% من الحصيلة بتاعت الإيرادات، هيخش معنا إن شاء الله بإذن الله. لكن ما هننزل بقى المأموريات على مستوى الجمهورية، هحتاج شوية وقت في 2021. بداية خدمة حجز تذاكر القطر الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وتبدأ الخدمة لايف من النهاردة. في نفس الوقت موزع بوستا إكسبريس، عن طريق بوستا إكسبريس بنقدر نطلع الكارت والعميل واقف، بدل ما كان بينتظر أسبوعين بياخد الكارت وهو واقف في صورته في بصمة إيده. شكرا. احنا مركزين بشكل أساسي في وزارة التخطيط على المراكز الخاصة بخدمات المواطنين في المحافظات. ده الجهاز المركزي التعبئة، ده مركز المسابقات والتقييم الخاص بالجهاز كخدمات. بعد كده عندنا البوابة مصر المعلومات الجغرافية، الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، كل البيانات والمؤشرات الخاصة بالتعداد الاقتصادي، التعداد الخاص بالسكان، المؤشرات الخاصة بالبطالة، التشغيل، كل هذه البيانات متاحة النهاردة وهيتم إتاحتها للجمهور بشكل شفاف على بوابة مصر للمعلومات الجغرافية. من ساعة ما ابتدينا وصلنا ل 32 مليار جنيه تم تحصيلهم، ومن يناير 2019 نشرنا البوينت اوف سيلز ماكينات البيع وهي عليها ربع مليون حركة، والتحصيل الإلكتروني لسه فاضل للسيارات وعمال النقل البري والمقاولات من اللي احنا شغالين فيه، ان شاء الله يخلص السنة الجاية. نفس القصة بالنسبة لي خلص السنة دي السنة الجاية 2020 عشان تحسب الناس معاشاتها، لأن القانون إن شاء الله يتم من 1 يناير 2020 تطبيقه. أهم حاجة عملناها السنة دي إتاحة سداد التأمينات للعاملين بالخارج إلكترونية، كنا بننتظر لما يجوا في الأجازات وكان المبالغ بتتأخر علينا، دلوقتي من بره يقدر يدخل على الكمبيوتر ويبقى مؤمن تماما ويشتغل معانا في السداد الإلكتروني. ده يا فندم يعتبر اول جهاز تتبع مصري 100%. الجهاز ايضا هنا بنتكلم على برامج المتابعه، برنامج المتابعه ده بيحدد حركه السياره نفسها وبيبقى بنقدر ان احنا نرصد السرعه بتاعه العربيه والمسافه نفسها، وايضا كمان اماكن التوقف بتاعه العربيه بتحدد المكان بالظبط ايه.